حد كان يتخيل ان السوشيال ميديا او الفيسبوك ممكن يزود وزنه؟ دي معلومة جديدة. طب ايه علاقة ده بالوزن؟ يعني هل انا هزيد في الوزن ليه؟ هو انا هاكل حاجة يعني باكلش؟ في تأثيرات هنتكلم عنها، تأثيرات هرمونية وطبية، وفي تأثيرات بتأثر عليها بسبب الثقافة او المعلومة اللي باخدها من الفيسبوك. بما ان الفيسبوك بقى هو المصدر الاساسي للثقافة وللعلم، فبقينا بنستقي كل معلوماتنا حتى فيما يخص زيادة الوزن، فإحنا بنسمع كلام كتير غريب مش صح، ومعلومات ممكن تشبه الخرافات بنقراها طول النهار على الفيسبوك. وكمان لو وانس ابتدينا ندخل في مواضيع، هتلاقي الفيسبوك نفسه بسبب إدارة الصفحة بتعرض لي كل المواضيع اللي شبه الموضوع اللي أنا شفته. في جزء تاني بقى طبي وعلمي، تأثير الأشعة اللي بتطلع من التليفونات اللي احنا بنتفرج عليها بالليل دي بتأثر على هرمون الميلاتونين اللي هو مفروض إنه بيجهزني للنوم. فانا لو قعدت اتفرج فتره كبيره نص ساعه مثلا قبل ما انام، كفاءه نومي مش هتبقى كويسه، وهصحى مقرف وهصحى مكسر. ولو كفاءه نومي مبقتش كويسه هيحصل لي مشكلتين، هيزيد هرمون الجريلين اللي هو هرمون الجوع اسمه الجريلين، اللي هو بيأثر على الشراهه للسكريات وبيعمل حاجه اسمها شوجر كريفنج او شراهه للسكريات، فببقى بصحى الصبح ببقى عاوز اكل شوكولاته بسبوسه مش اكل طبيعي. فدي من الحاجات اللي بتزود الوزن واحنا برضو مش شايفينها. حاجة تانية بتأثر عليها انه بيقلل الحرق وبيزود مناعة الانسولين، فده تأثير جديد للسوشيال ميديا ابتدينا نشوفه، انه الناس مش واخدة بالها منه لكن ابتدينا نلاحظها، فياريت تبتدي تاخد بالنا من الموضوع.